أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل هناك تحديد للمسافة فيما بين المساجد عند بنائها؟ المسافة بحيث لا يشوش المسجد على الآخر، خصوصا بعد ما جاءت مكبرات الصوت وأساء بعض الناس أو كثير من الناس استعمالها، يحصل تشويش ويحصل لذلك أضرار، فيباعد بين المساجد بحيث لا يسمع بعضها صوت الآخر. نعم.